الفلوس اللي باش ياخذهم يحطهم في الذو والماء والمصروف والدنيا كل، ما تعرف واحد عارف روحه، ما عادش معيش في العيشه هذه، ما تو عمال يزيد، كلهم تلقى زياده جديده، كلهم تلقى شيء يهبل راهو، مش حاجه مش معقوله راهو، انا ناخذ في جيرايا 1,700,000. 1,700,000 وماكش خالد؟ مانيش خالد كيري، المرأة زي ما تمشي تحسب ظروف الراجل، ما تتغاش مش يتغطى، اللي يحب يهني روحه يمشي مع ظروف الراجل. عسلامة. عسلامة لله. مرحبا بك معانا. تليق اليوم في تونس ولا ظاهرة تهدد المجتمع، اسكو صحيح ولا غلط؟ صحيح. الدنيا صعبت برشا، البطالة كثرت، والمعيشة زي ما عادش ينجم باش يواصل الإنسان في الدنيا هذه، ما عادش ينجم الفلوس اللي باش ياخذهم يحطهم في الذو والماء والمصروف والدنيا كل، ما تعرف واحد عارف روحه، ما عادش معيش في العيشة هذه. زوالي مات، مات بجوع. فهمتني؟ لازم أنا يعني حسب رأيك أنت، حسب ما فهمت منك، كونه تلاقي الأسباب من بين الأسباب نتاعو هي الأسباب المادية هكا ولا؟ أسباب المادية، أسباب المادية. خاطر قبل كان الزينة، الله يذكره بالخير، الله يرحمه، ما كانتش معيشة هكا، كانت معيشة رخيصة والزوالي ياكل والعباد تاكل، أما تو عمال يزيد، كلهم تلقى زيادة جديدة، كلهم تلقى شيء يهبل راهو، مش حاجة مش معقولة راهو. لازم الشعب التونسي يتلموا وناخذوا قرار، ماشي نورمال، عمل شيء يزيد أختي راهو، ما عادش نجموا، ما تمشي عليه أنا أنتريتي ومانيش خالد. ها تو عملوا كل واحدة وقفة احتجاجية على كل 1%، هذيك اللي نحاو هنا. ما عادش نجموا ناخذوا كرا وماء وضوء ودواء والدنيا كل راهو. سي با اون في، ماش عيش. تعافى تونس. لكن يقول لك المثل الحلو مر اللي تعدى العمر هكا ولا؟ اي. اسكو ما عادش لي كوبل يصبروا على بعضهم اليوم؟ لا لا طو... في الامور الماديه. لا لا تو ما عادش. في الظروف هذيا ما عادش. قبل كانوا يصبروا على بعضهم يعديوا بعضهم، اما في الظروف هذيا ما عادش يصبروا على بعضهم. خاطر شيء يوجع القلب، شيء كبير. ما عادش نخلطوا، معناها عادش خالطين، ما عادش خالطين، والله ما عاد خالطين. فهمتني؟ انت قلت لي روتريتي، لو تسمح لي نسالك، قداش تاخذ جيرايا؟ انا ناخذ في جيرايا 1,700,000. 1,700,000 وماكش خالد؟ مانيش خالد كيري، ومرتي في الدار ومريضة، فهمتني؟ وخرجت تي سي بي راهو. ما خرجتش. لا خرجت عمري 56 سنة. ما خرجتش، ما كملت 60 سنة. خاطر مرتي مريضة وما عادش نجم نخدم، بالستريس وبالمشاكل الدنيا وغلاء الدنيا ما عادش نجم نخدم. يعني انت تخلص 1,800,000 وقلت لي مانيش خالط ومانيش قادر، فما بالك اللي قاعد يخلص 500 و600 دينار اليوم. اتعس مني انا، اللي ب 500 دينار اتعس مني انا. طبعا نقول الحمد لله نخلص الفكره نتاعي والدواء ديما نحمد ربي داكور، اما حطيت كونجيني قادر الدنيا صابت، خلي من الشهريه خد شهريه حتى شهريه ما تزازيت. 500 دينار كيما راه 500 دينار يعملوا لك؟ ما هو حتى شيء. كيفاش تحافظ على زواجك اليوم من التهديد؟ احنا متفاهمين الحمد لله، علم. ما فماش تهديد بيني وبينها، احنا معرس تو عندي فوق ال 20 سنه. نساعدوا بعضنا في الظروف الظروف هذيا، وماشيه معايا حسب ظروفي. المرأة زي ما تمشي تحسب ظروف الراجل، ما تتغاش مش يتغطى، اللي يحب يهني روحه يمشي مع ظروف الراجل. برشا رجال اليوم تقول لك انا نحب نعرس بمرأة تخدم. خاطر وحدي ما عادش النجم. مش حكايه طمع ولا حاجه، خاطر واحد وحده ما يخلطش. ما عنده حق شباب، تو الدنيا صعبت، مش كيما 20 سنين التالي وكيما تو كيما انا عرست تو عندي 15 سنه التالي. حتى كي امراه ما تخدمش ما يهمش، اما تو ما عادش. يعطيك الصحه، مش